السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا المحاضرة الثانية ضمن سلسلة برنامج السوات كاب اللي حنسميه احنا نمبر 1 كرييت ذا بروجكت. احنا اني حتى اشتغل على اي برنامج هيدرولوجيك موديلنج، بعد ما تكمل الستيب احصل على الريزلت اللي هي تقريبا نقدر نقول كانت اخر محاضرة بالسوات، تقدر ترجع لها ضمن البلاي ليست الخاص بالسوات اللي هي كانت هاو تو ريد اند اكستريت of output result السوات result. بعد ما خرجنا النتائج وخزناها وحفظناها سوينا لها save للسيموليشن، تعلمناها بالكامل بهاي المحاضرة. آخر شيء هسه نجي أني أحتاج أسوي أتأكد من النتائج اللي طلعتها، أني أسوي لها calibration validation وتحليل لحساسية البرامترات المستخدمة كانبوت داتا، ممكن تقل أو ممكن بالأحرى ممكن تقل، يعني أكو ممكن بعض البارامترات ما تكون لها تأثير فعال جدا فممكن أقللها. كل ما يقل عدد البارامترات بالتالي الكاليبريشن فالدش راح يكون عندي أسهل، وكذلك تحليل عدم اليقين اللي هو يجيني من أسباب عديدة راح نجي إن شاء الله ونتناولها بالتفصيل. منين يجيني كلمة الانسيرتينتي بالضبط؟ هل يجيني من البارامترات المستخدمة؟ هل يجيني من الكاليبريشن؟ إن شاء الله راح نتناولها بوقتها. نجي بالنسبة للبرنامج سوات، حتى أنا أحلل له كل هذه الأمور مع بعض الريزلت اللي هن نقدر نقول إحنا أربع عناصر: تحليل الحساسية وتحليل عدد من اليقين uncertainty وتحليل الكاليبريشن والفاليديشن، حننفذه باستخدام برنامج السوات كاب. فالجروب برنامج السوات كاب أول محاضرة ضمن السوات كاب تعلمنا شلون إنه أنزله من الموقع الخاص بي وشلون أنصبه. فأول خطوة أنا حتى أبلش في البرنامج اليوم محاضرتنا تتكلم شلون أسوي كرييت للبروجكت. أول شيء تروح على برنامج سوات كاب بعد ما نصبته، تفتح البرنامج أول خطوة برنامج سوات كاب إنه أنا أسوي كرييت بروجكت. بالمناسبة هذا البرنامج متوفر مجاني على النسخة الخاصة بي، واكو احنا سالفنا اكو ثلاث نسخ من عندك، واكو سوات كاب 2019 واكو العالي الجودة والنسخة الاخيرة اللي هو سوات كاب بلس. حاليا اول خطوة نسويها هو start حتى نبدأ create project جديد. بعد ما يفتح البرنامج نروح على new open اذا كان عندي متوفر، لكن بما انه راح اشتغل جديد ان شاء الله على المحاضرات القادمة مثلا كل ما انه احتاج افتح البرنامج اروح open على الامتداد اللي انا extension مسويته واكمل عليه العمل. لكن حاليا بما انه احنا دا نبلش اول خطوة فنقول له new. شنو الخطوات اللي يطلبها؟ أول شيء ده يقول لك Welcome to SWAT Cup Project Creation. تريد تبدأ؟ نعم Next. بعد ذلك أول شيء يطلب من عندك وين أنطيك النتائج. Please browse the SWAT text outlet directly. أنطيني Source وين موجودة ال SWAT output، نتائجك النهائية اللي طلعتهن بالمحاضرة سويت لك ياهن بالفيديو اللي اسمها Extraction and Read the output وين موجود. فتروح تضغط على هذا هالشكل. وين تروح؟ اول شيء احنا بوقتها انا خزنته، يعني الامتداد مالتي كان موجود ضمن احد الملفات. تروح على اليمين راح تلقى عدة خيارات من تروح على البرنامج مالتك ورا ما تكملنا من هنا، من تكمل الخطوات الخاصة بي سوات بروجكت ووتر شيد ديلينيشن هيدرولوجيك ريسبونس يونت، تكمل هاي الدور تضيف الاديت مالتك ممكن بوينت سورس ممكن ريزرفوار، بعدين تسوي له ران، بعدين تسوي له سيموليشن وتحفظ السيموليشن مالتك. وين مو احنا قلنا ينحفظ؟ فالنتائج مالته هذيش الامور كلها من راح تخزنها الملف راح تتصدر بهن اربع اكستنشنات، العفو ثلاثة اللي هي الراستر ستور الخاص بالبيانات اللي انت تدخلها والسيناريو والووتر شيد. انت وين تروح؟ انا طبعا بالمناسبة مسميتها سوات كاب وانه مجرد اريد وين اخذنه، يعني انا هاي مسميتها ما موجودة، يعني انا سويت فولدر ضمن هذا الملف. فتروح انت على السيناريو، هذا هو اللي يهمك. بتروح على السيناريو عندك ثلاثة، عندك الديفولت
لا تذكرون ليش المحاضرة أنا سميتها بوقتها Final Simulation. أدخل على Final Simulation، تروح على هذا الملف يكون باللون الوردي، هذا اسمه تكست تكست يعني النت اوتلت، فهذا تروح تضغط عليه وتقول له اوبن، هو راح يصدر البيانات يجلبها من هناك. فبعد ذلك اذا يقول لك انه مكان تواجده هناك تقول له نيكست. هسه نجي يا فيرجن، انت مشتغل علي السوات 9 لو 2012، يا اللي انت اشتغلت عليه سوات كاب شنو 2012. نجي البراوسر يا شنو يعتمد على السيستم مال حاسبتك، فاني 64. اضغط بعد ذلك امشي اكمل نيكست، ده يقول لي البروجكت تايب الكالبريشن اوف بروجكت، انطي شو تريد يا طريقه. بالمناسبه يعني بس اوضح لكم توضيح بسيط، هذا التوضيح يتكلم عن عده طرق. اول شيء بالسوات كاب، هسه اذا تنتبه هنايا بالسوات راح اشرح لكم انا ضمن التحليل الحساسيه وضمن هاي الامور عده اشياء. فاحد الامور اللي اريدكم تنتبهون عليها، احنا يعني هذا البرنامج يرتبط لك بخمس طرق خاصه بالكالبريشن، خمس طرق مثل ما نقول عالميه. هاي الطرق هسه راح اجي اوضح لك اياها، بس هسه هنايا عندك خمس طرق هذني، عندك بالكالبريشن بالفاليديشن خمس طرق مشهوره عالميا. برنامج سوات كاب مسوي لينك وياهم، شنو اسمهم هاي الطرق؟ السيكوينشال انسرتينتي فيتنج فيرجن 2 اللي هو هذا اختصارها، وتقريبا هاي اشهر طريقه وافضل طريقه تقريبا. يعني اكو يعني حتى بحوث تنشر اصلا يسوي كالبريشن فاليديشن ضمن طريقه معينه، فعنده خمس طرق. هاي الخمس طرق مثل ما تلاحظ البارامتر سوليوشن، الماركوف تشاين، مونتي كارلو سيموليشن، البارتيكل سويرم تيست اي، هاي طرق متقدمه جدا وهي طريقه افضليه تسارع الجسيمات. هاي الطرق الخمسه برنامج سوات كاب يرتبط بيها، فدي هنا من تختار طريقه كالبريشن فالديش عندك هاي الطرق، فيا طريقه انت راح تحل عليها، انا راح اختار مثلا هاي الطريقه. لا عليك انت حسب شغلك شنو انت ايش تحتاج، يا طريقه الافضل اكيد راح من تختار الطريقه المعينه لازم توضحها ببحثك ليش اخترت هاي الطريقه، او تختار طريقتين او ثلاثه وبعدين تقارن بيناتهم ازي ولايك. فالبروجكت تايب يعني انت تسوي الكالبريشن بهاي الطريقه، بعد ذلك تقول له نيكست، تجي تسمي تنطي اسم، ايش تكتب؟ تكتب مثلا سوات كاب، مثلا سوات كاب CUP. هسه بعد ذلك دا يقول لك هذا الامتداد مالته الخاص ب الاكستنشن دوت اسم الطريقه اللي هي essential uncertainty fitting version 2 سوات كاب. نجي البروجكت لوكيشن، ها وين اضيف لك البروجكت، وين تريد اضيف لك هاي النتائج كلها. فاني هسه قبل شويه تذكرون بلدي قلت لكم انه مو بلدي العفو بالاي، فضمن الاي اكو سوات كاب ووتر شيد درينيشن، فهنا ضمن السوات كاب انا مسويه فولدر اسمه سوات كاب، فراح اخزن بيه حتى تصير كل الملفات بيه. هسه اقول له فينش، هسه مثل ما تلاحظ هنا انشا يسوي كومبليت، راح يبلش ينشا البروجكت الخاص بيك، وراح تجي تلقاه هنا. هسه مجرد ما يكمل هاي الكومبليت من ياخذ وقت قليل، دي يقول لك انه اني استدعيت لك البيانات اللي انت مخرجها ضمن الفاينل سيميليشن اللي مسميها، وخزنت لك اياها ضمن يا فولدر سوات كاب، فدا يسوي لك كومبليت للبروجكت، حينشئ لك بروجكت كامل خاص بيك ضمن الطريقه اللي انت اختاريتها للمعايره، وراح تستخدمها للفاليديشن. هو هي طرق للمعايره صراحه يستخدموها. بعدين راح نجي نفهم احنا طريقه شلون اسوي انسرتينتي، شلون اسوي تحليل حساسيه، سنستفتي اناليسيس، شلون اسوي كالبريشن فاليديشن والى اخره. هسه مجرد راح اوقف الفيديو بشكل بسيط انا عن يكمل كومبليت واشوفكم واجهه البرنامج الرئيسيه. بالمناسبه انت حتى تسوي كالبريشن لاي موديل هيدرولوجي يتطلب الامر يعني بالضروره القصوى او الافضل اتس بيرفكت ان تكون المنطقه جيجد مقاسه، يعني لا لانه انت حتى تسوي كالبريشن تحتاج بيانات فعليه او واقعيه للتصاريف مع البيانات اللي انت حتخرجها من السيموليشن وتقارن بيناتهم وتشوف نسبة تأثير الحساسية، وراح نتناولها إن شاء الله بالتفصيل. فيفضل يعني إنه السوات كاب يستخدم بالمناطق الجيج، لكن في بعض الأحيان
إذا كانت المنطقة انجيج، ما عندك بيانات حقلية متوفرة للقياسة، ماكو مثل ما نقول ستيشن هيدرولوجيكال ستيشن متوفرة بمنطقة دراستك، فحتى تسوي كاليبريشن أو فاليديشن أو غيرها، تختار منطقة مجاورة أو قريبة على منطقة دراستك تكون انجيجد وتقدر تنفذ عليها العمل وتسوي لها كاليبريشن فاليديشن. هاي بالأغلب إذا كانت المنطقة اللي أنت مختارها غير مقاسة، لكن إذا كان مقاس فهذا الأمر راح يسهل عليك بالكالبريشن بالفاليديشن، لأن أنت راح توفر عندك اوبزرفيت مثل ما نقول ديتا، مثل ما تلاحظ هسه هنا راح حتى أنت تشيك أداء البرنامج. أنت هذا الغرض من عندك كل العمل، تشيك أداء البرنامج، البرفورم الخاص بالبرنامج، بيرفورم فلو راوتين، فعندك لازم اوبزرفيت ستريم فلو وتسوي كالبريشن فاليديشن، يعني كل الساتسفاكتوري الخاصه بالبرنامج سوات باستخدام السوات كاب. فان شاء الله راح نجي نوضح، انا هاي حبيت اوضحها الفقره لان ضروريه جدا. فهسه مجرد ننتظر يكمل لنا الكومبليت للبرنامج السوات كاب، بس مجرد انه يكمله، بعد ما يكمل ان شاء الله هنكمل الفيديو. هسه هنا نرجع للبرنامج، اذا نلاحظ كمل الكومبليت. بعد ما يكمل الكومبليت تنفتح لك الواجهه الرئيسيه الخاصه بالبرنامج. اول شيء نفتح لك الامتداد اللي انت راح، اللينك اللي انت يعني راح تشتغل عليه الكالبريشن اللي احنا قلنا سميناها الطريقه. اول شيء طاك الاسم وتسميتها، وهاي ضمن اللون البرتقالي اللي هي طريقه السينشال انسيرتينيتي فيتنج فيرجن 2. فعندك الخيارات اللي راح تشتغلهم كالبريشن، الكالبريشن اوت بوت، النتائج، تحليل الحساسيه، الانسيرتينيتي، كم ايتريشن يصير عندك، غير هاي الامور. ان شاء الله راح نتناولهن كل من محاضره محاضره. هسه احد يسالني ليش ما يكون كل المحاضره واحده، حتى يسهل الامر على الباحث، انه يجوز هو مثلا هاي الخطوات كلها عباره يحتاج فقط كذا شيء، فليش تكون المحاضره واحده ومطوله؟ تتفصل الى اجزاء، كل جزء يتفصل بمحاضره خاصه به، بس كلهم يكونوا ضمن بلاي ليست واحده اسمها سوات كاب فقط هالشكل، وتتناول بها كل تفاصيلها. فإن شاء الله ألتقيكم بالفيديوهات القادمة اللي ضمن هذه السلسلة السوات كاب. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هذه المحاضرة أو المحاضرة السابقة تقدرون تراسلونا على القناة أو تتركوا لنا كومنت ضمن القناة، وإحنا إن شاء الله راح نجاوبكم. ألتقيكم بإذن الله بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.